نو الدماغ. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أسرته وفرح بها، فجمع أصحابه وقص عليهم رؤياه. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه يزور البيت الحرام، وقد أخذ مفاتيحه وطاف معهم بالبيت وسعوا، ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتجهزوا ويستعدوا للذهاب إلى العمرة وزيارة بيت الله الحرام. يا زوجتي يا زوجتي، اتركي خض اللبن وأبشري. ماذا جرى يا زوجي؟ أراك تطير فرحا. أبشري أبشري، لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نتجهز للعمرة. أحقا ما تقول؟ نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه معنا، وقد أخذ مفاتيح الكعبة، وما إن انتهى من سرد رؤياه حتى هلل المسلمون وكبروا فرحا مستبشرين بها. ثم أمر رسول الله بالتجهيز للعمرة، فهيا هيا لا نضيع الوقت، فلنجهز أنفسنا لزيارة بيت الله الحرام. كم اشتقت لرؤية البيت الحرام. اعتدت أن أمسح دموعك وأخفف عنك، أما الآن فأنا أعلم أنها دموع الفرح. سوف أقوم بتجهيز كل شيء في أسرع وقت لنكون أول المستعدين لصحبة رسول الله. وأنا سأساعدك، هيا هيا بنا. أما النبي فقد تجهز واستعد ولبس أحسن الثياب. رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب، فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة، وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام. ركب النبي الناقة وأمر بالتحرك إلى بيت الله الحرام. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الحليفة، أهل رسول الله وأهل المسلمون بالعمرة، ثم انطلقوا إلى البيت الحرام ملبين مكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، الحمد لله الذي أبقاني على قيد الحياة حتى أملي عيني بالبيت الحرام. طالما اشتقنا إليه، إنها سنوات طوال لم نرى فيها البيت الحرام. ها قد حان الوقت، وأذن الله لنا برؤيته وزيارته. كيف يجرؤ محمد على المجيء إلى هنا؟ ألا يخاف الموت؟ إن معه أعداداً ليست بالقليلة، وقد رأينا قتالهم من قبل. إنهم يستبسلون في القتال مضحين بأرواحهم في سبيل محمد ودينه. إذن فقد جاء غازياً يطلب القتال. لا والله،
لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة والطواف بها. لا نأمن مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة رغماً عنا. نصده عن دخول الكعبة ونبعث إليه نحاربه ونقاتله قبل أن تطأ قدمه أرض مكة. إذن فلنجمع له الأحابيش ونصده عن الكعبة، فتبقى رؤوسنا مرفوعة بين القبائل. ماذا بك يا أخي؟ سوف يأتي محمد وأصحابه لزيارة الكعبة. وما العجب في ذلك؟ لن تدعه قريش يدخلها، لكنني أرغب في رؤيته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا رسول الله، إن الأحابيش قد تجمعوا يريدون صدك عن البيت الحرام. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يستشيرهم في أمر الأحابيش، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، لكننا إنما جئنا نؤم البيت الحرام ونقصده، ولا نود أن نقاتل إلا من قاتلنا، فإن رأيت فذاك رأيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنهم غير مسلحين، لا يحملون إلا الغنم، بل هناك مجموعة تحمل السلاح لحمايتهم أثناء السير. هل سيمنعنا هؤلاء من الفتك بهم؟ أنا لا أعبأ بهم، سوف ننتظر حتى يبدأوا في الصلاة ونغير عليهم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالد بن الوليد، فقام وصلى بالمسلمين صلاة الخوف. شعر خالد بن الوليد بشيء غريب جعله يتراجع عما كان ينوي فعله مع المسلمين أثناء الصلاة. ماذا ننتظر يا خالد؟ لقد بدأ المسلمون في حركاتهم المزعومة التي يسمونها صلاة. لا أدري، لكنني أخشى أن يقول الناس إنا قد غدرنا بهم. أرى أن نستمر في مراقبتهم حتى إذا بدر منهم شيء هاجمناهم وقضينا عليهم.